السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده من حلقات القاضيه مع اسامه. هنتناول فيها عده محاور، بالتاكيد ما طبعا بدايه المشوار الافريقي للنادي الاهلي نحو النجمه العشرة، وتاجيل لقاء القمه اللي كان محدد ليه 28 ديسمبر وابعاده واسبابه، وكمان التناول الاعلامي ليه من طرف الاعلام الزملكاوي. لكن طبعا هنبدا بالفوز خارج الديار، الفوز رقم 40 في تاريخ مباراه النادي الاهلي خارج الديار في البطولات الافريقيه، فوز مهم جدا على فريق طبعا متواضع المستوى فنيا ولكن عنيف جدا بدنيا. والنهارده حكم المباراه كان تقريبا شاهد على كميه التحامات صعبه جدا دون ان يخرج الكارت الاصفر، وربما كانت بعض الحالات اصفر زائد اصفر تتحول لطرد، لكن الحكم كان تقريبا شاهد ما شافش حاجه في الالتحامات القويه دي. والحمد لله ان النادي الاهلي مع الفوز ده فاز بانه خرج من المباراه دي، ولاعبي النادي الاهلي سلام وما تعرضش اي لاعب للاصابه، لان بصراحه الارض الملعب كانت تساعد ولا كمان الحكم ساعد على حمايه النادي الاهلي من الالتحامات القويه اللي كانت بتحصل. وفعلا كنا قاعدين، او انا كنت تحديدا قاعد، خايف جدا من تعرض اي لاعب للاصابه نتيجه الالتحامات دي. اكيد فريق سنديب مش هو الفريق القوي ومش هو الفريق اللي يخوف النادي الاهلي، لكن ايضا مهم ان لاعبي الجيل الحالي بعد ما حققوا دوري ابطال افريقيا ويقفوا على منصات التتويج يعتادوا الانتصار ويعتادوا الفوز بالبطولات ويعتادوا التتويج الذهب. وكان لازم رسالة توصل لكل المنافسين في بطولة دوري أبطال أفريقيا إن حامل اللقب هو المرشح الأول إن شاء الله للبطولة الأفريقية أو للبطولة الأهم دوري أبطال أفريقيا، واللقب العاشر بإذن الله يكون في سجلات النادي الأهلي من هذه البطولة اللي بدأنا فيها بفوز خارج الملعب، زي ما بدأنا بطولة 2019 بفوز خارج الملعب إن كان 2-0 في البطولة الماضية، لكن المرة دي 1-0، لكن ده مقبول جدا في ظل الظروف اللي لقى فيها النادي الأهلي من أرضية ملعب والتحامات قوية وغياب لاعبين بشكل كبير جدا وإراحة بعض اللاعبين على أساس إن احنا كنا ممكن هنلعب مباراة القمة يوم 28، ولكن قرار التأجيل صدر وقت إقامة مباراة الدور ال 32 بين الأهلي وبطل النيجر. هنتكلم عن أسباب التأجيل، لكن بالتأكيد هنروح شوية للمباراة اللي فيها مكاسب أخرى غير الفوز. هنستعرض إحصائيات المباراة الأول وبعدين نتكلم عن بعض اللاعبين زي أحمد بيكهام اللي كان وجوده النهارده يعني مكسب من مكاسب الجبهة اليمنى للنادي الأهلي، وواضح جدا الثقة على أدائه. لكن نروح لإحصائيات المباراة، النادي الأهلي استحواذه المرة دي أقل، لأن أعتقد بعد ما النادي الأهلي سجل الهدف كان فريق سنديب في الشوط الثاني تحديدا بدأت فكرة نسبة استحواذه تزيد، لكن بدون أي خطورة تذكر على المرمى. محاولات النادي الأهلي هي الأعلى، 7 محاولات منهم 4 أون تارجت أو 4 صحيحة على المرمى. محاولات فريق سنديب النيجيري 5 محاولات فقط لغير، منهم 1 على المرمى وما كانتش فيها خطورة، وأعتقد الواحدة دي كانت آخر دقيقة اللي تصدى ليها الشناوي ببراعة. الأهداف المتوقعة أو الاكسبكتد جولز كان النادي الأهلي 1.87% مقابل 1.40% فقط لغير لبطل النيجر. تمريرات بطل النيجر كانت أعلى، زي ما قلنا الشوط الثاني بدأ يستحوذ على الكرة، كان عنده عدد تمريرات 345 مقابل 321 فقط لغير للنادي الأهلي، 216 تمريرة صحيحة للنادي الأهلي مقابل 239 تمريرة صحيحة لبطل النيجر. بالتأكيد نسبة الاستحواذ وعدد التمريرات هو أقل بكتير من مباراة النادي الأهلي اللي دايما كان بيقترب من 500 وتخطى 500، وفي مباراة غزل المحلة تخطى 700 وتحديدا 728 تمريرة. لكن لما نشوف أرض الملعب أو أرضية الملعب والأجواء اللي فيها الفريق فلازم نلتمس العذر. كمان غياب بعض نجوم الفريق، يمكن ريحنا علي معلول، يمكن غايب مجدي أفشة وعمرو السولية، غايب وليد سليمان، غايب ناصر ماهر، غايب لاعبين كتير بسبب إما الإصابة، غايب طبعا جونيور أجاي خلاص هيغيب فترة حوالي شهرين، لكن على الاقل في 3 لاعبين زي السولية وقفشة ومين تاني اللي عنده كورونا، رامي ربيعة، لكن 2 أساسيين في الملعب هم السولية وقفشة، وطبعا ده كان مؤثر جدا في نص الملعب وخلانا نلعب بطريقة مختلفة تماما 4-3-3 بوجود أليو ديانج مع أكرم توفيق مع حمدي فتحي اللي قدم مباراة متميزة، وطبعا أليو ديانج صاحب الهدف من صاروخية بقدمه اليسرى داخل في وجوده بقى، يعني استغل وجوده داخل ال 18 من اوت من أحمد بيكهام اللي قدم من وجهة نظر مباراة جيدة جدا وبيطمننا على مركز الباك اليمين مع محمد هاني، وانه لو خد الفرصة ممكن مستواه يوصل لمكان بعيد جدا ويحجز في مكان أساسية في التشكيل، لكن مش عايزين نستعجل في الحكم على اللاعب، ولكن كان باين الثقة والثبات في أدائه، وكان أحد
اسباب الهدف من الاوت اللي لعبه على طريقه الركنيه وسجل منه النادي الاهلي هدف المباراه الوحيد. يمكن في الشوط الثاني اعضانا عده فرص اهمها الكره اللي جت في العارضه ورجعت لبدر بنون ولكن سددها في ايد الحارس. النهارده ايمن اشرف كان في راحه على اساس ان احنا قلنا هنلعب مباراه الزمالك، لعب ياسر ابراهيم وادى مباراه جيده، وتقريبا كانت خطوره النادي الاهلي بتتميز في الكرات العرضيه سواء من الركنيات او من الاوت اللي بيتلعب على طريقه الركنيه، لان الحقيقه ما كانش فيه ارضيه ملعب تساعد على انك تلعب كره على الارض بشكل يعني شكل النادي الاهلي وطبيعه النادي الاهلي وشخصيه النادي الاهلي. في النهايه هو فوز مهم جدا، فوز رساله لجميع المنافسين ان انت داخل البطوله دي عينك على اللقب، وان شاء الله نحقق اللقب، وان شاء الله الف سلام على كل اللاعبين ويكونوا جاهزين لمباراه الاتحاد السكندري. مباراة الاتحاد السكندري، لان الاسباب بالنسبة لنا لتأجيل مباراة الاهلي والزمالك هي مجرد اجتهادات. واعتقد موقع في الجول كتب خبر ان من مصدر من داخل اتحاد الكرة عشان اعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية واشياء من هذا القبيل. انا بالنسبة لي لو الامر امني فلا حديث عن قرارات الامن، اما لو الامر غير ذلك وده طبعا مش مفهوم وعلى اتحاد الكرة طبعا ان هو يوضح، فلازم نبقى فاهمين التأجيل سببه ايه. وكويس جدا ان التأجيل ده جاء بعد اعلان نادي الزمالك عن اصابة طارق حامد ومحمود علاء فيروس كورونا. نتمنى لهم الشفاء، محدش يفهم ان احنا مش بنتمنى اللعيبة الشفاء، لكن بنوضح ان لو ما كانش الاعلان عن اصابة طارق حامد ومحمود علاء كنا شفنا الاعلام الابيض بيتكلم عن فكرة ان النادي الاهلي هو المستفيد من التأجيل كعادة كل القرارات اللي دايما بتتشاف بعين واحدة وبيتم فيها التضليل اما عن عمد واما عن جهل بالمعلومة. وطبعا على رأس هؤلاء الكابتن خالد غندور اللي بدأ من دلوقتي فكرة المؤامرة الكونية. يا ترى ايه سبب تأجيل المباراة؟ والاهم من كل ده كتب بوست بيطالب فيه النادي الاهلي بهل هتصدر بيان، وكمان بيقول او تأجيل مباراة الزمالك والاهلي وكده الاهلي لن يوافق ويطلع بيان مثل الموسم الماضي عشان نظام المسابقة. وهنا اصعب شيء في التضليل ان انت بتدي معطيات مختلفة، يعني انت بتشوف الموقف ده هي المباراة في الاسبوع الرابع زي مباراة الاهلي والزمالك اللي الموسم الماضي اللي كانت في الاسبوع الرابع واللي تم تأجيلها من قبل اتحاد الكرة بعد منتصف الليل، وهنا كان في علامات استفهام لازم يطرحها النادي الاهلي هنتعرض ليها. لكن المهم جدا نفهم ان المعطيات بتاعت مباراة الاهلي والزمالك 28 ديسمبر مختلفة الى حد بعيد عن معطيات مباراة النادي الاهلي في اكتوبر 2019، وان كان العامل المشترك في الاثنين هو ان النادي الاهلي كان الاكثر حرصا وما زال الاكثر حرصا على ان المسابقة تنتظم. واعتقد كل من متابع لكرة القدم المصرية عارف ان من مصلحة النادي الاهلي ان المباراة دي تتلعب في توقيتها ب 28 ديسمبر، لان النادي الاهلي هو الاجهز فنيا وبدنيا وذهنيا ونفسيا ومعنويات لاعبيه اعلى وثقته اعلى. واعتقد ده شيء واضح للجميع الا اللي حابب يضلل او يقول معلومات مختلفة. لكن خلينا نقول لو هو قرار الامن، هو ليه النادي الاهلي مش هيطلع بيان زي ما طلع بيان العام الماضي؟ لان المعطيات مختلفة، لان مفيش حد من نادي الزمالك طلع وطالب بالتأجيل، ده رقم واحد. مفيش رئيس منظومة في نادي الزمالك طلع وقال انا مش هلعب المباراة، ده رقم اتنين. اتحاد الكرة لما اعلن التأجيل اعلنه في وضح النهار مش بعد الساعة 12 بالليل، وموقف النادي الاهلي في 2019 اللي هنفكركم بيه كان واضح جدا ان هو بيقدر دور الامن في تنظيم المباراة، ولكن هو كان بيطالب اتحاد الكرة نظرا لبعض التصريحات اللي كانت بتخرج من رئيس نادي الزمالك كان نادي الاهلي بينتابه بعض الريبة، فبيطالب اتحاد الكرة بعرض خطاب الامن او ارسال خطاب الامن للنادي الاهلي اللي بناء عليه اتحاد الكرة خد قرار التأجيل. لكن نسمع الكابتن خالد غندور وهو بيشكك في فكرة او بيتكلم على فكرة ان هو بالنسبة له لما يتكلم على الامن يبقى هو هنا ما فيش اي تعصب، لكن لو الاهلي اتكلم على الامن في تعصب، عشان نوضح المعطيات المختلفة ونوضح ازاي بيتم التضليل عن طريق استخدام نصف الحقيقة. نسمع خالد غندور ونرجع نعقل. انا دلوقتي قلت مثلا الاهلي يروح يلعب مثلا في المحلة او يروح يلعب في اسماعيلي، فالامن قال لا ما ينفعش. فانا لو اتكلمت في المنطقة دي ابقى كده انا خالد الغندور يعني بزيد التعصب وانا موافقك. طيب اما انا السنة اللي فاتت
الزمالك والاهلي في الاسبوع الرابع عندهم ماتش والامن قال لك ما ينفعش الماتش يتلعب. الاهلي طلع بيان وقال لك مش هنلعب الماتش ومش موافقين على التاجيل وكده نظام المسابقه هيبوظ. هل النادي الاهلي كده بيزيد تعصب؟ الكابتن خالد الغندور بيتساءل هو النادي الاهلي طلع بيان ليه لما فكره ان الامن عليا وعلى الجميع وبالتالي لا تعليق على قرارات الامن، وتناسى ان النادي الاهلي في بيانه اشاد بفكره الامن، وكان التساؤل المطروح هو فعلا خطاب الامن وصل لاتحاد الكره، وكانت في مشكله غير طبيعيه حصلت وهي ان رئيس نادي الزمالك وقتها طلع اعلن التاجيل قبل ما اتحاد الكره يعلن التاجيل، والاهم من كل ده ان رئيس نادي الزمالك وقتها كان بيتحدث عن فكرة ان لا بد من تأجيل المباراة وبيتكلم بشكل كله ثقة وانه مش هيلعب المباراة دي خوفا من ان النادي الاهلي يفوز على نادي الزمالك، وعشان ده بيؤكد ان مصلحة النادي الاهلي كانت في لعب المباراة زي ما حاليا مصلحة النادي الاهلي في لعب المباراة. نسمع رئيس نادي الزمالك وتصريحاته عن او تصريحاته ما قبل قرار التأجيل عشان نفهم ان المعطيات مختلفة بشكل كبير جدا. انت عايز لاعب الاهلي 19 خلاص، والاهلي عندهم ماتش بعد 3 ايام مع فريق عمال يقول لك احنا اللي مش عارف مين معروف بيعملوا ايه علشان الاهلي تخاف على رجلها وتغلب الزمالك وتقعد تحفل لي وتقول لي لا اصل المسابقه. طب ما المسابقه 12 ماتش تاجل لك، ما نطقناش بحرف لا انا ولا كل الانديه وسكتنا، ولا هو في ايه؟ ولا هو شغل بلطجه يا شويه عيال قاعدين على بعض المواقع والصفحات خلاص. ده كلام رئيس نادي الزمالك قبل ما يطلع قرار التأجيل في الموسم الماضي او تحديدا اكتوبر 2019، وكان في رفض لفكرة لعب الزمالك مباراة القمة يوم 19 اكتوبر وتأجلت بسبب ان نادي الزمالك عنده مباراة يوم 24 اكتوبر، يعني باقي 5 مباريات، وكان وقتها لائحة الاتحاد المصري لكرة القدم بتقول ان لو الملعب على ارضك في القاهرة، الملعب اللي انت هتلعبه في دورة ابطال افريقيا او في البطولة الافريقية على ملعبك، بيكون الفاصل الزمني 3 ايام فقط لغير، ولو خارج ملعبك 5 ايام فقط لغير. فبالتالي كان في لائحه موضوعه من لجنه المسابقات في الاتحاد المصري لكره القدم اتحددت مباراه الزمالك والجنسون اللي كان عليها ازمه يوم 24 اكتوبر، مباراه النادي الاهلي 19 اكتوبر مع الزمالك، فبالتالي المباراه في موعدها طبقا للائحة اتحاد كرة القدم المصري. طلع رئيس نادي الزمالك رفض ان هو يلعب المباراة دي، فبالتالي لما يطلع قرار بعد منتصف الليل من اتحاد الكرة من حق النادي الاهلي يطالب بخطاب من الامن يوضح اسباب عدم لعب المباراة دي، رغم ان الاجواء كانت متاحة بشكل كبير جدا انك تلعب المباراة دي، رغم ان انت لعبت يوم 20 سبتمبر يعني تقريبا قبلها باقل من شهر مباراة السوبر المصري في برج العرب، وكانت كمان بحضور جماهير، فما بالك مباراة بدون حضور جماهير. ده كان سبب صدور بيان النادي الاهلي، لان كانت المعطيات ان في رئيس نادي بيدفع لسكة التأجيل. الاهم من كل ده ان خالد الغندور نفسه في نفس البرنامج كان بيدفع لسكة التأجيل خوفا على لعيب الزمالك من الاصابات، بس هو ما حبش يجيبها زي رئيس نادي الزمالك اللي كان خايف من التحفيل. نسمع خالد الغندور عشان نوضح ان المعطيات مختلفة وبالتالي المقارنة فيها تضليل معتدين عليه. زمالك عنده 3-4 اصابات منهم صليبي، وعنده ماتش مصيري مؤهل لدوري المجموعات، وفي نوع من التحدي وفي نوع من الضغط العصبي. هل الزمالك مش مطالب امام فريق زي النادي الاهلي يكون اللعيبه مركزه وهيكون في نوع من الضغط العصبي؟ ايش انت ايه ضمانك ان انت يوم 19 ده ممكن يتعور لك لاعب او لاعبين او ثلاثه واروح ماتش السنغال من غير اهم لعيبتي؟ ايش ضمانك انت ان يوم 19 ده ممكن يتعور لك لاعب او لاعبين او ثلاثه، بالاضافه ان انا عندي 3 اصابات قبل مباراه الاهلي، بالاضافه ان انا عندي مباراه مصيريه قدام اكاديميه السنغال جنريشن فوت يوم 24 مصيريه في دور ال 32، وهي بالفعل كانت مصيريه لان نادي الزمالك فاز بهدف للا شيء، هدف حتى اون جول، فبالتالي كانت مباراه مصيريه لنادي الزمالك في دور ال 32 في دوري ابطال افريقيا. لكن ما علينا، المهم ان احنا نوضح من الفيديو ده ان الزمالك كان عنده مصالح
مهمه جدا او مصلحته الرئيسيه في انه ما يلعبش المباراه دي، فيصدر قرار بالتاجيل مخالف للوائح الاتحاد المصري لكره القدم اللي كان لسه وضعها من شهر، وكمان كنا لعبنا بجماهير يوم 20 سبتمبر. هل كل هذه الاشياء ما تستدعيش ان النادي الاهلي يستفسر من اتحاد كرة القدم المصري عن خطاب الامن، والنادي الاهلي يكون عنده حرص على ان المسابقة تتم في موعدها؟ ما زال حرص النادي الاهلي على ان المسابقة تتم في موعدها، لكن الموقف الحالي مفيش رئيس نادي طلع صرح ويقول انا مش هلعب، فبالتالي يظهر او يظهر للرأي العام ان رئيس نادي هو اللي بيدير كرة القدم في مصر، فبالتالي النادي الاهلي هيكون مع قرار الامن ايا كان ايه هو قرار الامن، زي ما كان برضو مع قرار الامن، ولكن الاستفسار كان محتاجين نشوف خطاب الامن من اتحاد كرة القدم المصري، لان بالفعل لما يكون رئيس اتحاد كرة القدم المصري الاستاذ عمرو الجناني في بداية عهده وبيكسر اللوائح في اول شهر في الدوري في الاسبوع الرابع، اكيد ده شيء يثير الشكوك داخل نفوس مجلس ادارة النادي الاهلي، ومن حق مجلس ادارة النادي الاهلي ان هو يحافظ على حقوقه وحقوق النادي ويشوف هل الاجراء ده بالفعل تم بخطاب من الامن ولا اتحاد الكرة كان حابب يأجل نظرا لمصلحة نادي معين على نادي اخر. اعتقد وضحت الصورة تماما، واعتقد ان الكابتن خالد الغندور مستمر في التضليل، واعتقد ان النادي الاهلي في المباراتين سواء من سنة او دلوقتي او بعد سنة هيكون دايما مصلحة النادي هي لعب المباراة في وقتها مع نادي الزمالك، عشان النادي الاهلي ما بيخافش واللي خايف يروح. نشوفكم في حلقة قريبا، سلام.